ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهارده انا جايبه لكم مفاجاه وحاجه جديده هنعملها مع بعض. هنعمل ازاي نحضر صبغه الشعر اللي هي رويال. طبعا الصبغه دي معروفه خاليه من الامونيا. طبعا هي للشعر مفيده جدا ومختلفه خالص عن باقي الصبغات. ليه؟ اولا صبغه طبيعيه 100% كلها جزيئات الزيتون وطبعا خاليه من الامونيا. طبعا اشوف هنا بس العلبه، شكل العلبه. طبعا انا اللون ده اللون الاحمر وانا اخترته، يعني قلت تجديد واجدد من شكلي شويه. محتويات العلبه حبيت ان انا اوريها لكم بالتفصيل. طبعا هي مختلفه خالص عن كل اللي موجود في السوق، وطبعا سعرها طبعا غالي، يعني هي مختلفه. طبعا كل حاجه غاليه بتبقى ايه مختلفه شويه. العلبه دي زي ما انتم شايفينها، انا فتحتها قبل كده، دي اللي بنحضر فيها الصبغه. بعد ما بتحضري الصبغه هنا بتقفليها وبتبتدي تستخدميها من الفتحه دي. اولا اول حاجه بنعملها بنفتحها كده، هنا في كريم حسب ما هو مكتوب هنا، كريم مظهر اللون زي ما انتم شايفينه، هو ده كريم مظهر اللون. بنبتدي نفتحه اهو، هو ما فيهوش اي حاجه، الالوان اهي ابيض خالص شبه الكريم العادي. احطه هنا كده قدامكم عشان تشوفوه وانا بنزله. بنزل كل المحتويات بتاعته، وعلى فكره هي الازازه يعني تحس ان هو شكله كبير بس هم نزلش كميه كبيره، يعني بصوا شايفين حاجه بسيطه اهي. برضو نحاول ان احنا نفضيه كله زي ما حضراتكم شايفين. خلاص كده، بعد كده اهوت بنحط كريم الصبغه، هو مقفول من هنا فبنحاول ان احنا نفتحه من الناحيه التانيه كده، وبعدين بننزل كل المحتويات. هي خفيفه كلها في الشعر، ده يهمنا يعني ان بعد احنا ما نحط المحتوى كله يتفرد كويس على الشعر ويتوزع كويس. شايفين المنظر؟ نقلب كويس جدا جدا جدا. المعلقه دي بتبقى معاها كمان من ضمن العبوه. شايفين اللون ابتدى يتغير ازاي؟ بيبقى مائل للاحمرار. المفروض تتقلب كويس، كل ما بقلب كل ما اللون بيتغير. نبتدي نقفله من هنا كده. على فكرة هنا الفتحة دي تقريبا مقفولة، لازم نفتحها. ممكن نفتحها بأي دبوس أو أي حاجة مرصع شوية. هنا في ايه كمان زي ما حضراتكم شايفين، طبعا سواء انت هتعمليها أو أي حد هيعملها، جوانتي. في كمان واحد غيره. ايه تاني؟ الكريم ده مهم جدا، الكريم ده برضو موجود من ضمن العبوة. بعد ما بتحطي الصبغة على شعرك وهي مدتها نص ساعة، لو عايزة تزودي ممكن تزودي بس هو مكتوب هنا ان هي نص ساعة. بعد النص ساعة دي بتغسلي شعرك عادي قوي، وبعدين بتحطي الكريم ده في شعرك. طبعا الكمية هنا كبيرة اللي شعرهم قصير، يعني ممكن نخليه عندنا لمرات بعد كده نستخدمه. هو كريم مغذي للشعر. وادي شكل العبوة. حبيتكم ان انتوا تشوفوا معايا التجربة بتاعت صبغة الشعر. بتهيألي صبغة رويال دي ممتازة جدا جدا، وهتجيب اللون اللي انتوا عايزينه بالظبط، لانها فيها كل الاحتياجات اللي انتوا عايزينها. واشوفكم في حلقة جديدة. سلام عليكم.